بسم الله، نبدأ الدرس الخامس من شرح كتاب كيف أتقن الأجهومية إعراب جمع التكسير. طب هنا ننتقل بعد ذلك إلى جمع التكسير. قال المصنف رحمه الله: فالذي يعرب الحركات أربعة أنواع منها طبعا ماذا؟ جمع ماذا؟ جمع التكسير. طيب هنا طبعا جمع التكسير. طيب وكلها ترفع بالضمة طبعا هنا وتنصب بالفتحة وتخفض بماذا؟ يعني تجر بالكسر. طيب هنا جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. إذا لا ننسى أن جمع التكسير أيضا يدخل على العاقل وغير العاقل والنبات والجماد وإلى آخره، يعني لا يختص مثلا بمؤنث أو إيه أو مذكر. طيب هنا هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. وتتغير صورة المفرد. ما معنى تتغير صورة المفرد؟ لأن جمع المذكر السالم مسلم مثلا المفرد سليم، لذلك نقول جمع مذكر سالم لأن المفرد سليم، فقط نضع واو ونون أو ياء ونون، نقول معلمون أو معلمين. كذلك جمع المؤنث السالم نقول مسلمة، نقول ماذا؟ مسلمات. المفرد مثل ما هو لم يتغير، حروفه الأصلية لم تتغير، فقط نزيد على مفرده ياء ونون، واو ونون لو هو جمع مذكر سالم، أو هو جمع مؤنث سالم نزيد على مفرده ألف وتاء إلى آخره. بخلاف جمع التكسير فصورة المفرد تتغير. انظروا مثلا كلمة تلميذ، انظروا تغيرت التاء من الكسر إلى الفتح جمعها تلاميذ، واللام من السكون إلى ماذا؟ إلى الفتح، وبعد الألف وبعد اللام ألف. إذا صورة المفرد تغيرت سواء بالحركات أو بتبديل الحروف أو بزيادة أحرف أو بنقص أحرف. كذلك زوج، انظروا صورة المفرد تغيرت، وضعنا هنا ألف وكنا وهنا سكون وألف، كنا أزواج. أو بيت نفس الأمر، كنا ماذا؟ أبيات. ورد كنا ورود. يعني انظروا نلاحظ هنا تغيرت، انظروا الضمة هو الضمة تغيرت حركة الضمة وحركة الراء وزيدت ماذا؟ الواو. إذن هنا لذلك نقول انتبه، جمع المذكر السالم نزيد على مفرده واو ونون أو ياء ونون، كذلك جمع المؤنث السالم نزيد على مفرده ألف وتاء. فمعنى ذلك أن أن مفردهما أو مفردهما، يعني نقصد بجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، مفردهما سالم يعني المفرد لا يتغير عند الجمع، فقط نزيد واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء. لذلك نقول جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، هذا معنى سالم. وفي نفس الوقت نقول جمع تكسير، لماذا؟ لأن الاسم يتغير، كأن الكلمة ماذا؟ كسرت. بخلاف جمع التكسير فالمفرد فيه يتغير عند الجمع، إما بزيادة أحرف عليه أو بنقص أحرف عليه أو بتغيير حركاته. يعني انظروا مثلا تغيير بالزيادة، يعني حال نقول أحوال، ماذا؟ زادت الألف والواو. كذلك قول كنا أقوال، زادت الألف الألف والهمزة. قلم نقول أقلام، زادت الألف وماذا؟ إذن هنا تغيير، تغير المفرد بزيادة ماذا؟ أحرف عليه. كذلك تغيير بالنقص، فنحن نقول رسول عند الجمع نقول رسل، انظروا حذفت الواو. كتاب نقول كتب، حذفت الألف. سرير نقول سرر، حذفت ماذا؟ الياء. إذا هنا تغيير بالنقص أو تغيير في الحركة، يعني الحرف الكلمة مثلا لكن تتغير الحركات، مثلا صقف الجمع سقف، تغيرت مثلا السين ساكنة والقاف السين مفتوحة والقاف ساكنة، إذا نقول سقف ضمت السين والقاف. أسد نقول أسن، أسد أسد أسد. وث نقول ماذا؟ وثن، هكذا. إذا معنى ذلك أن جمع التكسير أن المفرد يتغير إما بالزيادة أو بالنقص أو بتغيير ماذا؟ حركة يعني أو حركات. طب هنا حالاته، يرفع جمع التكسير يرفع بالضمة. نقول في حالة رأى نقول جاء طلاب، حضر الطلاب، هنا تنوين وهنا ماذا؟ دون تنوين لأن الألف واللام موجودة. قال الله تعالى قد جاءكم رسل إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا كل هذه الكلمات فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة. انظروا ركز جيد، يخشى هنا فاعل
من الذي يخشى أو يخاف؟ العلماء. إذن العلماء هنا ماذا؟ فاعل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هنا الله مفعول به، لأن الخشية تقع، لأن الخوف والخشية تكون ماذا؟ يعني تصدر من العلماء إلى من؟ إلى الله. إذن الله هنا مفعول به، ولكن تقدم المفعول ماذا؟ المفعول به طبعا للتخصيص، يعني كان الله يقول أن العلماء لا يخشون إلا الله فقط. تمام؟ المهم، إذن هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن العلماء هنا ماذا؟ قلنا أنها فاعل، لأن الذي يخاف أو يخشى هو من؟ العلماء، تصدر من العلماء وتقع على من؟ على الله. طيب المهم، ينصب بالفتحة، يعني جمع التكسير ينصب بالفتحة، نقول رأيت طلابا ورأيت الطلاب، إذن طلابا هنا منونة، والطلاب ماذا؟ ليست منونة لأنها الألف واللام موجودة. الرؤية وقعت على الطلاب. قال الله تعالى ولو شاء الله لأنزل، هو يعني الفاعل مستتر تقدره هو، وأنزل فعل، والملائكة مفعول به. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، إذن هنا أرسل فعل، والنا هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل، إذن إرسال وقع على من؟ على الرسل. إذن هنا هذه الكلمات تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طب هنا يجرب الكسر، مثل مررت بطلاب ومررت بالطلاب، إذن هو طلاب وماذا؟ وطلاب. طيب قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال لي لفتيان، فتيان جمع تكسير، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، رحال جمع رح. إذن هنا هذه الكلمات طبعا سبقت بحرف جر، فهي اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسر. طيب إذن معنى ذلك أننا قلنا أن جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بماذا؟ بالكسر. طيب هنا تنبيه، هذه الكلمات أبيات، أصوات، أوقات، أموات، أقوات، هذه يا إخوة ليست جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأننا قلنا جمع المؤنث السالم مسلم مثلا أو مسلمة، نقول مسلمات. في يشترط لجمع المؤنث السالم أن تكون الألف والتاء زائدة. أما في كلمة أقوات وأبيات وأصوات، الألف والتاء أو التاء ليست زائدة بل هي أصلية، بدليل لو أننا جئنا بالمفرد نقول صوت أو بيت، فالتاء موجودة في المفرد، معنى ذلك أنها أصلية. لذلك هذه الكلمات عندما تنظر إليها تجد مختومة بالألف والتاء، فممكن أن تقول أنها جمع مؤنث، لا بل هي جمع تكسير. لماذا؟ لأن الألف والتاء والتاء ليست زائدة بل هي أصلية موجودة في المفرد، بل هي جمع تكسير أبيات على وزن أفعال وأصوات على وزن أفعال. إذن هذه الكلمات ليست من جمع المؤنث السالم بل هي جموع تكسير. طب ما الدليل؟ لأن التاء في هذه الكلمات أصلية. طب كيف عرفت أنها أصلية؟ لأنك لو جئت بالمفرد ستجد أن التاء موجودة. وشرط جمع المؤنث السالم أن تكون التاء زائدة. طيب هنا فتقول مثلا قرأت أبياتا من الشعر، انظروا أبياتا مفعول به منصوب على نصبه ماذا؟ الفتحة، لأنه جمع تكسير. يغض المسلم أصواته، أو يغض هنا، أو ممكن نقول يغض المسلمون أصواتهم. إذن هنا أصوات طبعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة، لأنه جمع ماذا؟ تكسير. إذن هذه الكلمات طبعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ الظاهرة لأنه جمع ماذا؟ تكسير. طيب إذا لو تريد أن تعرف أن هذه التاء أصلية أم ليست زائدة، طبعا ستأتي بماذا؟ بالاسم المفرد. طيب نحن كنا قلنا أن جمع التكسير، يرفع بالضم وينصب بماذا؟ بالفتح ويجر بالكسر. طيب وكنا مثلا كلمة طلاب تنون، هي جمع تكسير، لو جردت من الألف واللام تنون، نقول طلاب مثلا. أما لو اتصل بها الألف واللام لا تنون، نقول طلاب هكذا. طيب انظروا هنا، هناك جموع تكسير أخرى
هناك جموع تكسير أخرى نسميها صيغ منتهى الجموع، يعني ليس لها جمع آخر. إذن هنا إعراب صيغ منتهى الجموع. لذلك هنا تعريف أو تعريف صيغ منتهى الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره مثلا حرفان. يعني كلمة مساجد جمع تكسير، انظروا بعد الألف حرفان الجيم والدال، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. يعني انظروا كلمة أسابيع بعد الألف ثلاثة أحرف الباء والياء والعين. طيب انظروا ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، يعني حرف الوسط ساكن، يعني حرف علة. إذن هنا إذا سأل سائل كيف نعرف صيغ منتهى الجموع، الأمر سهل جدا، ستجد جمع بعد الألف حرفان أو بعد الألف ثلاثة أحرف الوسط ساكن. ثلاثة أحرف ماذا؟ الوسط ساكن. طيب إعراب صيغ منتهى الجموع لها إعراب معين لأنها ممنوعة من الصرف، وسندرسها بالتفصيل في الممنوع من الصرف. إذا نعرف هي ترفع بالضم، هي أيضا من جموع التكسير، وتنصب بالفتحة وتجر بالفتحة أيضا دون تنوين، يعني لا تنون، ولكن بشرط هي تجر بالفتحة إذا لم تكن معرفة بالألف واللام أو ماذا أو الإضافة، طبعا لأنها ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين، يعني لا تنون. انظروا مثلا تلاميذ، نلاحظ أن كلمة تلاميذ بعد ألف الجمع حرفان وسطهما ساكن، وكذلك مساكين حرفان ثلاثة أحرف بعد ألف الجمع، هنا ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وهنا ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، يعني أوسطها حرف معتل. يعني انظروا مساكين وتلاميذ، انظروا هنا لا يجوز أن أقول تلاميذ بالتنوين ولا يجوز أن أقول مساكين. لماذا؟ لأنها من صيغ منتهى الجموع، وصيغ منتهى الجموع لا تنون وتجر بالفتحة، وتجر ماذا؟ بالفتح، لا تنون حتى إذا لم تتصل بها ماذا؟ الألف واللام. لذلك يوضع على آخر ضمة واحدة لأنه من صيغ منتهى الجموع، لذلك نقول فعل مرفوع عند رفع الضمة فقط. رأيت قبائل، لم أقل قبائلا بالتنوين، لا يجوز رغم أنها لم تتصل بها الألف واللام. وذلك مفاتيح، انظروا قبائل، انظروا بعد ألف الجمع حرفاء، وهنا مفاتيح بعد حرف الجمع ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. طيب إذا هنا مفاتيح طبعا ينطح فتحة واحدة، طبعا مفعول بمنصوب على تصبيل الفتحة، ويجر بالفتح. إذا معنى ذلك أن انظروا جمع التكسير يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسر، ما عدا صيغ منتهى الجموع تجر بالفتح دون تنوين ولا تنون في حالة النصب وحالة الرفع. طب كيف نعرف صيغ منتهى الجموع؟ ننظر إلى الجمع، سنجد بعد ألف الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. يعني مثلا محاكم بعد ألف الجمع ماذا؟ حرفان الكاف وماذا؟ والميم. كذلك أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. تماثيل، لذلك نقول بمحاكم وبتماثيلا. إذن هنا يوضع على آخر ماذا؟ فتحة واحدة لاسم مجرور وعلامة تجرية الفتحة، طبعا ممنوع من الصرف. أما بشرط، أما إذا كانت صيغ منتهى الجموع معرفة بالألف واللام أو الإضافة فترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. بمعنى إذن هنا قلنا أن جمع التكسير، أي جمع تكسير يرفع بماذا؟ بالضم وينصب بالفتح ويجر بماذا؟ بالكسر. تمام؟ ما عدا صيغ منتهى الجموع، صيغ منتهى الجموع هذه الصيغ لا تنون، لا تنون حتى إن لم تتصل بها الألف واللام، لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف، لا تنون. تمام؟ هذه الصيغ لا صيغ منتهى. كيف نعرف صيغ منتهى الجموع التي هي من جموع التكسير؟ سنجد بعد الألف حرفان أو بعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ساكن بهذه الطريقة. طيب هذه الجموع صيغ منتهى الجموع لا تنون وتجر بالفتحة إن لم تتصل بها الألف واللام، أما إذا اتصل بها الألف واللام أو الإضافة فتجر بالفتحة لا مشكلة. انظروا مثلا
صليت في المساجد. الإعراب عادي جدا، اسم مجرور علامة جره الكسر. كذلك أو مررت بالمحاكم. طب إذا سأل سائل هذا الصيغ منتهى الجموع لماذا لم تجر بفتحة؟ سأقول له لأنها اتصلت بالألف واللام. إذن هنا المساجد، المحاكم، التماثيل. كذلك هنا معرفة بالإضافة، صليت في مساجد المدينة. هنا مساجدي وبمحاكمي وبتماثيلي. إذا سأل سائل لماذا لم تجرب الفتحة، هي صيغ منتهى الجموع، سيقول له لأنها عرفت بالإضافة، يعني جاء بعدها مضاف إليه. أما هنا جرت بالكسرة لأنها ماذا فوق هنا، لأنها اتصلت بها الألف واللام أو عرفت بالألف واللام. طيب هنا كيف نفرق بين جمع التكسير وجمع المذكر السالم؟ يعني كيف نفرق بين جمع التكسير وجمع المذكر السالم؟ هنا جمع التكسير لا يختص بالعاقل، يعني لا يختص بعاقل، يعني هو لا يختص لا بالعاقل وبغير عاقل، يعني ممكن عاقل وليس عاقل، لا مشكلة في هذا الأمر. أما جمع المذكر السالم للعاقل فقط. فنقول مثلا في جمع التكسير طالب طلاب عاقل أو غير عاقل قلم أقلام. أما في جمع المذكر السالم مختص بالعاقل. جمع التكسير لا يسلم فيه بناء المفرد، يعني المفرد يتغير، يعني زوج هذا المفرد، انظروا نضع ألف همزة وبعد ذلك ألف نقول أزواج، إذن المفرد تغير. بخلاف جمع المذكر السالم يسلم فيه بناء المفرد، يعني الاسم المفرد لا يتغير. معلم نضع واو ونون على المفرد، يعني نزيد واو ونون أو ياء ونون، نقول معلمون أو معلمين، إذن المفرد لا يتغير، فقط نزيد على المفرد واو ونون أو ياء ونون. جمع التكسير يعرب بالحركات، بخلاف يعني جمع التكسير يعرب بماذا؟ بالحركات، يعني يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسر. أما جمع المذكر السالم فيعرب بالحروف، يعني يرفع بالواو وينصب ويجر بماذا؟ وينصب ويجر بالياء. طيب هنا الخلاصة، خلاصة جمع التكسير. جمع التكسير هنا هناك جموع تسمى جمع التكسير العادي، جموع التكسير عادي، جموع ماذا؟ التكسير. وهناك جموع نسميها صيغ منتهى الجموع. طيب نلاحظ يعني مثلا كلمة طلاب، مثلا كلمة طلاب مثلا، انظروا بعد الألف هل يوجد حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن؟ لا، إذن ليست صيغ منتهى الجموع. إذن في هذه الحالة مثلا تجر ترفع بالضمة، نقول مثلا أو هذا رقم واحد. رقم اثنين تنصب بماذا؟ بالفتحة. رقم ثلاثة تجر بالكسرة. فنقول مثلا حضر طلاب بالتنوين، وإذا أضفنا الألف واللام نقول حضر الطلاب بدون تنوين. حضر الطلاب بدون ماذا؟ نقول مثلا حضر، نقول الطلاب بدون تنوين لأنها اتصلت بالألف واللام. كذلك نقول مثلا رأيت أقلاما، كلمة أقلام بعد الألف حرف واحد ليس حرفان، إذن هنا ليست صيغة منتهى الجموع. نقول رأيت أقلاما أو الأقلام أو ماذا؟ أو الأقلام. طيب ونقول هنا مثلا مررت مثلا بطلاب، مررت بماذا؟ بطلاب، أو نقول مثلا بالطلاب. هذه جموع التكسير، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر.
نضع تنوين لو مجرده من الف واللام، مجرده من الف واللام نضع تنوين، نقول اهو مررت بطلابي رايت اقلاما حضر طلاب. طيب اذا تجرد اذا تجرد من الف واللام نضع التنوين، اما اذا اتصلت او عرفت بالالف واللام لا نضع تنوين، نقول حضر الطلاب رايت الاقلام مررت بالطلاب بي بكسره المهمله. طيب صيغ منتهى الجموع، طب صيغ منتهى الجموع ننظره مثلا، صيغ منتهى الجموع يعني لو كان بعد الألف، بعد الألف حرفان أو بعد الألف ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، يعني مثلا ككلمة مساجد، مساجد كانت ماذا مساجد، وأنا ومثلا كلمة انظروا بعد الألف ماذا حرفان الجيم والدال، أو بعد الألف ثلاثة أحرف نقول مثلا مفاتيح، بعد الألف ثلاثة ماذا ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. تمام. طب صيغ منتهى الجموع ترفع بالضمة وتنصب بالفتح، يعني انظروا صيغ منتهى الجموع ترفع بماذا؟ بالضمة، تنصب بالفتح، تجر بماذا؟ بالفتحة أيضا، ولكن إذا تجردت من ألف واللام والإضافة بالفتح، ولكن لا تنون أبدا إلى يوم القيامة، يعني لا نضع تنوين سواء كانت متصلة بالألف واللام أو لا. إذا معنى ذلك صيغ منتهى الجموع لا تنون إلى يوم القيامة إلا نضع تنوين سواء تصل بالألف واللام أو لا. فنقول مثلا، مثلا أي كلمة، يعني مثلا لو كنا مثلا مررت نقول مثلا، نقول مثلا مساجد المدينة نظيفة، مثلا مساجد إذا مرفوع بالضم نضع ضمة واحدة، أو رأيت نقول مثلا رأيت مساجد المدينة، أو نقول مررت، نقول مثلا مررت انظروا نقول بمساجد، نكون مررت بمساجد بمساجد طبعا بدون تنوين فتحة واحدة. إذن هنا معنى ذلك أن صيغ منتهى الجموع ترفع بضمة واحدة وتنصب بفتحة واحدة وتجر بفتحة واحدة بشرط أن تكون مجردة، يعني أن تكون يعني تجرب الفتحة بشرط أن تكون مجردة من ماذا؟ من الألف واللام. انظروا مثلا كلمة مساجد، نقول بمساجد مجرورة بالفتحة، طب لو اتصلت بها الألف واللام لا نقول بمساجد تجرب الكسر، لو اتصل بها الألف واللام نقول بالمساجد تجرب الكسر. طيب كذلك أيضا لو عرفت بالإضافة، يعني أقول مثلا صليت في مساجد مجرورة بالفتحة، طيب لو أنا قلت صليت في مساجد المدينة إذن هنا جاء بعدها مضاف إليه، إذن نقول مساجد المدينة. وهذا معنى ما كناه هنا، انظروا انظروا أن صيغ منتهى الجموع أهو ترفع
بضم وتنصب بالفتحة وتجر أيضا فتحة دون تنوين، يعني لا تنون أبدا، ولكن تجر بالفتحة إذا لم تكن معرفة بألف اللام والإضافة، لأن في هذه الحالة ممنوع عن الصرف. أما إذا عرفت بالألف واللام تجر بالكسرة ولا تنون أيضا، تظل على ما هي. إذن هنا انظروا، يرفع بضمة واحدة، صيغ منتهى الجموع، ترفع بضمة واحدة، تنصب بفتحة واحدة، تجر بفتحة واحدة. أما لو كانت معرفة بالألف واللام أو الإضافة، إذن في هذه الحالة تجر بالكسرة ولا تنون أيضا. تمام؟ لذلك حتى نقول صليت في المساجد، لماذا جرت بالكسرة؟ لأنها اتصل بالألف واللام. طب وهنا صليت في مساجد المدينة، لماذا مساجد جرت بالكسرة؟ لأنها أضيفت. لأنها ماذا؟ أضيفت. إذن الخلاصة إن جموع التكسير ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، ما عدا صيغ منتهى الجموع لأنها ممنوعة من الصرف. طب كيف نعرف أن هذا الجمع من صيغ منتهى الجموع؟ سنجد بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، حرفان كمساجد أو ثلاثة أحرف كمفاتيح مثلا. طيب في هذه الحالة كيف تعرب؟ تجر صيغ منتهى الجموع إذا لم تكن معرفة الألف واللام أو الإضافة، عموما صيغ منتهى الجموع عموما لا تنون، انتهى هذا الأمر، لا تنون سواء أكانت أو سواء عرفت بالألف واللام أو الإضافة، صيغ منتهى الجموع لا تنون إطلاقا. طيب صيغ منتهى الجموع ترفع بضمة واحدة، تنصب بفتحة واحدة، تنصب فتحة واحدة، تجر بفتحة واحدة إذا لم تكن معرفة بالألف واللام أو الإضافة. أما لو كانت معرفة بالألف واللام أو بالإضافة فتجر أيضا ولا بالكسرة، ولكن بفتحة بكسرة واحدة، يعني لا تنون. إذا معنى ذلك الخلاصة أن صيغ منتهى الجموع، صيغ منتهى الجموع لا تنون وتجر بالفتحة إذا لم تكن معرفة بالألف واللام أو الإضافة. أما إذا كانت معرفة بالألف واللام أو الإضافة تجر بالكسرة ولا تنون أيضا. هذا هنا ملخص ما قلناه، أن الاسم المفرد طبعا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر، بعد ذلك المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، بعد ذلك جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء، أما جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر بالكسر وينصب أيضا بالكسر. أما جمع التكسير طبعا قلناه، يرفع بالضمة وينصب بالفتح ويجر بماذا؟ بالكسر، لأن هنا ليست صيغ منتهى الجموع. انظروا العمال بعد الألف حرف واحد، إذا ليس من صيغ منتهى الجموع. هنا التلاميذ تنصب بالفتح، انظروا دون تنوين. مررت بالطلاب بي دون تنوين لأنها معرفة بالألف واللام. طيب هنا قلنا أن جمع التكسير يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بماذا؟ يجر بالكسر. طب لو كان من صيغ منتهى الجموع يرفع أيضا بالضمة ينصب بالفتحة يجر بماذا؟ بالفتحة أيضا. يجر بماذا؟ بالفتحة. يعني مثلا كلمة العمال هنا لم تنون، لماذا؟ لأنها معرفة بالألف واللام. تمام؟ أما لو كنا صيغ منتهى الجموع مثلا ككلمة مثلا قبائل، كلمة قبائل هي من صيغ منتهى الجموع، إذن في هذه الحالة ترفع بضمة واحدة وتنصب بفتحة واحدة وتجر أيضا بفتحة واحدة إذا لم تكن معرفة بالألف واللام أو بالإضافة إذا لم يأتي بعدها مضاف إليه، لأن على صيغ منتهى الجموع. إن شاء الله الدرس القادم الأسماء الخمسة.